ما هو المعنى من فتح هذه الأبواب، وما هو المعنى من إغلاق تلك الأبواب، وما هو المعنى من تصفيد الشياطين؟ إنه إشارة إلى أنه زمان يسارع فيه الناس إلى خير عظيم وبر كبير من عطاء وإحسان وبر وجود من كريم منان سبحانه وبحمده. إنه إشارة إلى عظيم العطاء والمن، إنه إشارة إلى الإعانة فوق العطاء الجزيل، فإن الله يعين عباده على أن يطيعوه وأن يعبدوه. فالمعان في هذا الشهر على الطاعة كثر، وذلك بأن الله تعالى حال بينك وبين أعظم عدو قاعد في طريق استقامتك، قاعد في طريق هدايتك، إنه الشيطان الذي قال: فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. قعود في طريق، كأنك سائر الآن إلى مكة مثلا، وهذا قاعد في طريق، كيف تتجاوزه؟ كيف تصل إلى غايتك وهذا قد أغلق عليك الطريق؟ إن الله قد أعانك بأن أزاح عنك هذه العثرة، فصفدت الشياطين، وتصفيدها سلسلتها وأنها تغل عن التأثير الذي كانت تصل إليه قبل رمضان. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سلسلة الشياطين وصفدت الشياطين، أي أنها لا تصل إلى إغواء بني آدم، إلى تزيين الشر لهم، إلى تزهيدهم في الخير، ما كانت تصل إليه في الزمان غير رمضان. وهذا يدل على الإعانة من الله تعالى، وإعانة الله العبد على أن يقوم بالطاعة والإحسان من أجل ما ييسر لك الخير. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو الذي من علينا بالهداية، من علينا بأن أبان لنا السبيل، هدانا الصراط المستقيم فجعله جليا واضحا، ثم من علينا منة أخرى وهي أنه أعاننا على سلوكه. وإذا أعانك الله تعالى فلا تسأل عن الخيرات التي تأتيك من كل حدب وصوب، وإذا رفع عونه عنك جل في علاه فإنه الخذلان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد.